بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع الحديث الثاني من الأربعين نووية. تحدثنا بالأمس، أعطينا خلفية عن الكتاب وعن المؤلف، لا داعي لتكرار ذلك، لننطلق إلى الحديث نفسه. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أولا دعونا نفهم هذا الحديث. الحديث يتحدث عن في الواقع أن الإسلام بني على خمس أسس، خمس قواعد، لك أن تسميها ما شئت، لكن هذه الأسس، أولا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، اللي هي تشكل العقيدة أو أساس العقيدة، لأنه معروف أن أركان الإيمان أكثر من الإيمان بوحدانية الله وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر وهلم جرا. لكن بشكل عام كل هذه الأمور مقتضيات الإيمان مأخوذة أيضا من الإيمان بالله عز وجل وبأن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. الشق الثاني اللي هو إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه تتعلق بالعبادات، عبادة الله عز وجل كما أمر. إذن الحديث يتحدث عن ناحيتين: الإسلام مبني على وحدانية الله وعلى إفراده بالعبودية، وهذا الأمر هو في الواقع، هذا المفهوم هو مفهوم أو خلاصة كل الرسالات السماوية السابقة. الأنبياء السابقون دعوا إلى عبادة الله وحده، عبادة الله وحده. يعني الشق الأول اللي هو العبادة الوحدانية، والشق الثاني في الحديث اللي هو العبادة. طبعا يعني دعونا نستعرض بعض الآيات بشكل سريع. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه في سورة العنكبوت، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله أيضا في سورة العنكبوت. وفي سورة الأعراف نجد ثلاث آيات متتالية تقريبا تتحدث عن أنبياء الله نوح وهود وصالح عليهم وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في الآية 59 وفي الآية 65 وفي الآية 73 نفس الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثلاث مرات تكررت على لسان نوح وهود وصالح. إذن هذه الآيات تدلنا على أن الأنبياء السابقين أيضا دعوا إلى العقيدة اللي هي توحيد الله عز وجل، وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا الحديث لا يقول بأن الإسلام هو هذه الأمور الخمسة، وقال بني الإسلام. الإسلام بنيان معين مبني على أسس معينة، هذان الأساسان هما العقيدة الإسلامية، توحيد الله، والتوجه له بالعبادة. بشكل آخر، إذا تحدثنا عن تفاصيل الأحكام الشرعية تجدها مبنية على هذا الأمر، إذا تحدثنا عن أركان الإيمان الأخرى مبنية أيضا على هذا الأمر، حتى الإيمان باليوم الآخر بناء على الإيمان بالقرآن، بناء على الإيمان بأن محمد رسول الله، بناء على قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. القول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من آيات والأحاديث التي تحث على ذلك. سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
هذه آية تحمل في طياتها معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهلم جرة، أي حكم آخر أو أي محور آخر، الأخوة، تحريم المحرمات والأوامر والنواهي، أوامر الله ونواهيه كلها مبنية على هذا الأساس. الأساس الأول العقيدة الإسلامية، إفراد الله عز وجل بالوحدانية. الأساس الثاني اللي هو إفراده بالعبادة. فالحديث لا إشكال فيه، لكن للأسف وجد هناك من يشكك في الحديث. لماذا؟ يقولون بأن هذا الحديث، أحدهم يقول بأن هذا الحديث فقط تحدث عن محور العقيدة والعبادة، وماذا عن المحاور الأخرى؟ أين هو محور إقامة حكم الله في الأرض؟ أنا أقرأ من ما كتب صاحبنا. وأين هو محور ربط الأسباب والمسببات؟ وأين هو محور العدل؟ وأين هو محور الإحسان؟ وأين هو محور الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ وأين هو محور حمل رسالة الإسلام إلى العالم؟ وأين هو محور الاستقامة؟ وأين هو محور المنظومة الأخلاقية؟ وهلم جرة. هذه الأمور كلها أيضاً، ونحن نقول أين محور الجهاد؟ أين محور الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين محور لا ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين محور المحرمات؟ اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه كلها من الإسلام المبني على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، العقيدة والعبادة. فلذلك لا إشكال في الحديث مطلقا. الإشكال هو في طريقة نظرتنا للحديث. إذا كنت تريد أن تمارس نقد المتن، فيجب أن يمارس نقد المتن بناء على مرتكزات وقواعد ومسلمات. من هذه المسلمات كما ذكرنا التسليم بحجيات السنة، من هذه المسلمات التسليم بمرجعية كتب السنة أيضا بما فيها، وكتب الفقه، حتى كتب الفقه احتوت على الحديث. فإذا أردنا أن نرجع إلى حديث ما نبحث عنه، نبحث عنه في كتب الحديث وفي كتب الفقه المعتبرة مثل المغني أو الأم أو ما شاكل ذلك. طبعا هذا لا يعني أن كل حديث ذكر في هذه الكتب صحيح أو ممكن أن الجميع يتفق عليه. ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن مهما يكون الأمر، هذه هي مرجعيتنا في موضوع في الحديث. لا يوجد كتب أخرى، لا توجد كتب سرية، لا توجد مراجع مكتومة عن الناس. هذه الكتب الصحاح، السنن، الموطئات، المسانيد، وكتب الفقه. فمن أراد أن يبحث عن حديث فليبحث عنه في هذه المراجع ويطبق قواعد السند والمتن. الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا صح سندا ومتنا، لكن تطبيق قواعد المتن أيضا يجب أن يكون وفق قواعد معينة. هل الحديث مناقض للقرآن؟ لا يوجد مناقضة بين هذا الحديث وبين القرآن الكريم مطلقا مطلقا. وهذا أصلا الموضوع أسلوب القرآن الكريم، يعني أسلوب القرآن الكريم في الخطاب. بعض الأحيان يذكر صفات المؤمنين، مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فقط هل هذه فقط صفات المتقين؟ هناك صفات أخرى وردت في آيات أخرى. فالنص على بعض الصفات لا يعني عدم شمول الصفات الأخرى. النص هنا، الحديث هنا فقط ينص على ناحيتين. ليس القصد من الحديث تعداد كل ما اشتمل عليه الإسلام. ولذلك في حديث آخر جاء رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم.
آمنت بالله ثم استقم، انتهى خلاص. لم يتحدث عن أي شيء من فروض الإسلام، لم يتحدث عن شهادة أنا محمد رسول الله. هل يعني هذا أن الحديث يهمل هذا المحور؟ طبعا لا. فلذلك النظرة، القراءة المتكاملة للنصوص هي التي تساعدنا على فهم الحديث، أما القراءة المجتزأة فلا تساعد على فهم الحديث. فالحديث لا شيء فيه والله أعلم، وهو يدلنا على أهمية هذين الأساسين، العقيدة توحيد الله وإفراده بالعبودية بالعبادة. ثم بعد ذلك يكتمل بنيان الإسلام، المنظومة الخلقية، المنظومة الاجتماعية، مفاهيم الإسلام عن الثروة، مفاهيم الإسلام عن الاقتصاد، مفاهيم الإسلام عن فلسفة الإسلام في الحكم، السيادة للشرع، السلطان للأمة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، اجتناب المحرمات، المحافظة على الغايات العليا أو مقاصد الشريعة، حفظ النفس والعقل والمال والدين والعرض والنسل، كل هذا من البنيان الذي بني على هذين الأساسين، وحدانية الله عز وجل، الإيمان بوحدانية الله، والاتجاه له بالعبادة. فنرجو الله عز وجل أن نكون في هذا الشهر الفضيل ممن يتدبر آيات الله ويتفهم سنن نبيه، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن. دائما نسمع من المشككين بالسنة أن المرجعية هي القرآن وحده. بالأمس ذكرت أنه هذا الحديث في هذه السلسلة ليس موجها لمن لا يؤمن بحجية السنة. هناك من يقول القرآن يكفي، القرآن لا يكفي، وقد أخصص حلقة خاصة عن هذا الموضوع. القرآن وحده منفصلا عن بيانه، منفصلا عن السنة، لا يكفي مطلقا. فنرجو الله عز وجل أن يفقهنا في هذا الدين، ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في الخير والعمل. وتقبل الله عز وجل طاعاتكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.